في الزخرفة. هذا في الزخرفة 30 سنة. لكن موظفة عندنا أستاذة ولا؟ إيدي في النون والتنوين والمدود سميته بزحفة الأطفال عن شيخنا. تعليم القرآن في الجزائر يخطو خطوة وئيدة وخطوة مهمة وخطوات سديدة، وقد شهدت بذلك المحافل الدولية التي يشارك فيها أبناؤنا الطلبة في فروع كثيرة، ونحن ننال دائما الرتب الأولى. وكما ذكرت في الإحصائيات أكثر من 7000 حافظ للقرآن الكريم في المولد النبوي الشريف، ونحن نحصي حفظتنا في المولد ونحصيهم ليلة القدر، ودليل على أن الجزائر هي أمة القرآن، وجيل يحوي هذا القرآن جيل صالح. هذا الذي دفع إخواني في اللجنة العلمية مشكلة من علماء وباحثين وأساتذة جامعيين إلى اختيار هذا الموضوع، وهو منهج القرآن الكريم في أخلاقة الحياة العامة. ونال هذا الأسبوع كما هي العادة رعاية سامية من السيد رئيس الجمهورية الذي رافع عن أخلاقة الحياة العامة في الجزائر.